خير يا احمد بيه، مساء الخير على حضرتك. اتفضل. ولو حضرتك مش فاكرني، انت حضرتك عملت لنا حلقات مشرفه قبل كده عن قانون الاحوال الشخصيه. اتفضل يا فندم. والحمد لله استجاب السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء، وفعلا سمعوا صوتنا وعرفوا ان احنا في كارثه موجوده ونسب طلاق غير طبيعيه، وتم وضع حجر اساس انا ما اقدرش اقول عنه غير ان هو حجر اساس للوصول لحل لبعض مشاكل قانون الاحوال الشخصيه، اللي هو المشروع اللي بنتكلم عليه. بالظبط كده. اتفضل. اهم نقاط هذا المشروع الجميله هو وجود لاول مره بند الاصطحاب او الاستضافه في مشروع القانون. ولكن هل يمكن ان انا اضع قانون كامل واضع فيه كل العقوبات بالحبس لاي راجل يخل باي ماده في القانون، واخلي الام الحاضن او الطرف الحاضن من حقها انها تمتنع عن تنفيذ الرؤيه او الاصطحاب، ويكون الغرامه او العقوبه الموقعه عليها ان هي يتم سحب الحضانه منها بحد اقصى شهرين، وتروح للجده لام اللي هي مقيمه معاها وبعدها ترجع لها الحضانه مره تانيه؟ هل يمكن ان انا اعمل عقوبه بحد اقصى 5000 جنيه وتوضع في صندوق المراه المعيله؟ طب انا كاب محروم من اولادي ومش عارف اشوفهم، هستفيد ايه لما الغرامه تروح لصندوق المراه المعيله 5000 جنيه؟ وحضرتك تعلم جيدا ان اكتر السيدات اللي بتمنع الاب من انه يرى اولاده ميسورين الحال، لان الام الغير ميسوره الحال لا تذهب اساسا الى المحكمه، بل تذهب الى بعض الجمعيات او مجلس قومي المراه عشان خاطر تساعدها في رفع الدعاوي. هل يمكن ان انا اضع عقوبه ملهاش اي اثر على المجتمع؟ دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، ترتيب الحضانه، ان انا لما اضع الاب الرابع، مع احترامي لكل الاساتذه اللي بيقولوا ان الشرع بيقول ان الحضانه للنساء، الكلام ده فعلا موجود ولكن لسن التمييز. سن التمييز اللي لما اتكلمنا عنه او حد البلوغ سواء الحنابله او الامام الشافعي كانوا بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا في الثلاث مذاهب عن ان الحضانه حتى التمييز او البلوغ، ما عدا الملكيه بس هم اللي قالوا حضانه الانثى حتى تتزوج. يعني معنى كده ان الموضوع فيه اجتهاد وفيه اراء، ما ينفعش ان الحاجه اللي يبقى فيها اراء اسيبها للشيوخ. وموجود عندنا طب نفسي، موجود عندنا اساتذه كبار زي الدكتور محمد طه وزي الدكتور عمرو يسري، وحضرتك تعلم هذه الاسامي، والدكتور هشام ماجد، وحضرتك تعلم ان هذا الدكتور اصبح يحضر مؤتمرات في كل دول العالم بيتكلموا عن الرعايه المشتركه. وانا برضو اقول ان الاب يبقى ترتيبه في الحضانه رقم 4. ازاي احط رقم 4؟ رقم 3، ازاي لا اضع في قانون موجبات اسقاط الحضانه؟ طول عمرنا عارفين ان في الشرع بيقول انت احق به ما لم تنكحي زوجا غيره. ازاي اعمل قانون ما احطش الكلام ده في حين انه كان موجود في كل القوانين السابقه؟ ازاي اخلي الاب ما زال رقم 4، والام لما تبقى عايزه تتهرب او تتزوج زواج شرعي او غير او عرفي وتنتقل الحضانه لامها؟ طب لو هي القصه في النساء، ما نخلي الحضانه لام الاب، يبقى الوضع فيه منطقيه، ما هي برضه نساء. ولا انا ليه اضع باب خلفي للتلاعب مع القانون؟ احنا كده ما بنتقدمش لقدام. احنا انا بشكرهم جدا 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 على ان هم شعروا بالمأساة الحقيقية، ولكن انا ارجوهم ان هم يجدوا لنا طريق، يقعدوا معانا بس يسمعوا من المتضررين اللي عاشوا وكفحوا وداقوا الامرين على بال ما القانون ده اتسمع ان في مشكلة. واحنا لو قلنا حاجة فيها تجاوز او اي شيء يضر بالمجتمع، ساعتها في خبراء نفسيين يقولوا هل الحضانه للام والاب فقط، ولا انا اجيب سلسال العيله اللي ما حضرش اصلا الفرح احطهم في النص، يبقى هم المسؤولين عن طفلي وانا مسؤول فقط. طيب عن الانفاق. استاذ احمد، لان احنا قلنا بس النهارده بنفتح هذا الحوار بوجه يعني عشان على الاقل نقول المشروع القانون ده ممكن يبقى فيه ايه، هل الناس هنا او هنا، على الاقل بندي وجهات نظر. وبالتالي اكيد ان شاء الله يعني الايام الجايه هنفتح هذا الملف بشكل اوسع، تبقوا كمان موجودين معانا ان شاء الله. بحييكم وبشكركم استاذ احمد عز، استاذ عصام عجاج، استاذه